أخنوش يخرج عن صمته بشأن قرار إجبارية جواز التلقيح. قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة قبيل انطلاق المجلس الحكومي: إن التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة ليس هدفها فرض إكراهات أو معيقات على المواطنين، وإنما تحقيق هدف العبور الآمن لحياة محمية ومحصنة ضد فيروس كورونا في إشارة لقرار إجبارية جواز التلقيح. وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة من أي وقت مضى على التواصل بشأن مختلف القرارات والإجراءات المتعلقة بتدبير جائحة كورونا. وأشار عزيز خنوش إلى أن بلاد قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الوباء بفضل التوجيهات الملكية السامية والتتبع الشخصي للملك محمد السادس للوضعية الصحية بالمملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا وإشرافه الشخصي على توفير الكميات الكافية من جرعات التلقيح. وأشاد أخنوش بالدور الكبير الذي يقوم به المواطنات والمواطنين المغاربة في هذه المرحلة، معتبرا أنهم أحسوا بالمسؤولية تجاه هذه الأزمة وأبدوا تعاونهم مع السلطات الصحية لتجاوز المرحلة الصعبة.